جمعين يسهل كرة اليد قاعدة تدرب فيه خممتوش حتى في حصص يبدو أنه حتى اللي يدرب ويدرب على نصف هذا اللي سمعته يدرب على نصف ميدان لأنه معناها ثم حاجات زادوهم في القاعة واللي وزيد حتى الأرضية بتاع القاعة هي من قبل خاصة في كرة السلة ما نجموش تدربوا فيها غاتي لأنها تعرف اللي تدرب في ذيك الموكيت متاع زو سانتي الصغار ولا الكبار معناها الكلهم تصير إصابات نستناو أنهم يفرشوا الأرضية جديدة اللي هي موجودة معناها في القاعة إن شاء الله يسرعوا في المسألة هذه بالنسبة للباسكيت زادة دي بانو متاحة مثلا فيش دي بانو تو تماش كيف نلعبوا باسكيت ولكن ثم النية متجهة حسب ما سمعت أنه كرة اليد يحاولوا أنهم يتدربوا أكثر حصص ممكنة في قاعة حمد العوين طبعا بالنسبة للشبان صعوبة التنقل إلى قاعة حمد العويني هذه مسألة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار إن شاء الله إذا كانت تتوفر وسيلة نقل أنهم يتم تجميع اللاعبين يعني في وسط القروان ويهزوهم للقاعة حمد العويني بعد ما بالطبيعة يحسنوا الأرضية وتصبح قاعة يعني تنجم تدرب فيها من غير حتى مشكلة. هذا بالنسبة للشبان التحق بنا حاليا مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة 3-3 حسام المحمدي سعيد جدا باستقبال المكالمة الهاتفية مرحبا بك حسام على موجات إذاعة الحياة فهم مرحبا بك عبد الله ومرحبا بالسادة المستمعين أكيد حسام نحكيه على التحذيرات المنتخب الوطني التونسي نجاح كبير لحسام المحمدي كمدرب للمنتخب الوطني مع اللعبة اللي خلينا نقوله نالت استحسان الجميع لعبة عالمية شفنا في قاعات القيروان جمال المنسير وقاعات أخرى تظاهرات والدورات اللي قاعدة تصير وشفنا ردود فعل إيجابيا خلينا نقوله حسام قاعدين نمشيه على طريق المستقيم والله الحمد لله عبد الله قاعدين كما قلت نمشيو في تقنيه باهيه قاعدين ننشروا في اللعبه كما يلزم دارنيرمون شامبيونا ريجيونال اللي قامت تنظيمها ليغ مستير قاعده تمشي كما يلزم صارت جورني في جمال في قاعه مستير صارت جورني في القروان في قصر هلال مازالوا دي جورني اخرين ان شاء الله باش يتبرمجوا في جميع القاعات اللي يتبعوا ليك سونتر سيد ان شاء الله نزيدوا ندعموا هذا في الرابطات الاخرين ان شاء الله في البرنامج الرابطات الاخرين زاد باش يعملوا كلهم البطوله الجهويه نتاعهم دي تيل فاسون لعبه كره السله 3-3 تولي موجوده ويلعبوها صغيرات في الجمهوريه كل ان شاء الله وقوموا بنشرها كما يلزم وتتفهم لريجلمون نتاعها وقواعدها كما يلزم تتفهم باش نقدموا بها ونوصلوا وين احنا نحبوا ان شاء الله. التحذيرات نتاعكم حسام نعرفوا المنتخب الوطني التونسي كل مره تقوموا بتربص معين اكيد عندكم تحذيرات لدورات وتظاهرات قادمه في القريب العاجل. والله يا عبد الله هم ان شاء الله جميع التظاهرات البرمجين ان شاء الله باش نشاركوا فيهم بالنسبه للموسم هذا. جميعهم ينطلقوا في فصل الصيف ان شاء الله ابارتير من موادي جوان حتى سبتمبر بريسك كل شهر عندنا كومبيتيسيون في كاتيجوري كلك سوا سينيور 18 والا ايفان تروا اناث وذكور ان شاء الله في القريب ممكن الايام القادمه ننطلقوا في التربصات التحضيريه باش نبداو نحضروا لي سيليكسيون تاعنا في لي كاتيجوري الكل عندنا العطله الجايه ان شاء الله عطله فيفري نحاولوا نستغلوها عندنا عطله مارس كيف نحاولوا نستغلوهم اون اتوندون يوفى الموسم الرياضي كما تعرف الجمعيات الكل هم بلان كومبيتيسيون في السينيور ولا في الجو دي تيل فاسون ما تلقاش برشا وقت باش تقوم بالتربصات نحاولوا نستغلوا الفترات اللي تتوقف فيهم البطوله ولا العطل باش نعملوا التربصات نتاعنا حتى قصيرة المدة كما هكا باش من بعدها في الصيف تبدا لي سيليكسيون تاعنا حاضرين ونخدموا كما يلزم ونكونوا حاضرين ان شاء الله لي كومبيتيسيون انترناسيونال باش نشاركوا فيهم الكل. هو ان شاء الله بالتوفيق وحسب ما شفنا حسب المعطيات حسام انه الدورات اللي صارت في بعض الولايات وكذلك في القاعات اخر دوره شفنا انه كانت ناجحه ما نعرفش هل انه زاد فما دوره قادمه في القريب العاجل بالنسبه للفرق والبطوله التونسيه
اي بالطبيعه باش يكون فما دورات يعني باش تكون براتيكمون مينيموم شاك موا تورنوا والا زوز سيلون الكالندري كيما تعرف الصغيرات وليزيكيب قاعدين هما مشاركين في الكومبيتيسيون 5-5 اللي هي بطبيعتها ديما تكون في لي ويكاند ولي ويكاند برسك اغلبيتهم مستغلين وعندنا كما كنت تحكي فما برشا مشاكل نتاع قاعات وديسبونيبيليتي نتاع قاعات ديما نحاولوا بالتنسيق مع الجامعه التونسيه لكره السله حقيقه ماهمش مقصرين وين نلقاو الفرصه كونه تتحط عن تورنوا نلقاو ديسبونيبيليتي نتاع صاله نلقاو ديسبونيبيليتي نتاع ليزيكيب ماهمش ما عندهمش كومبيتيسيون في الجورني هذيك تحاول رابط المنافسين تعين دورة في الكل ويصب في البطولة الجهوية اللي حكينا فيها معناها الدورات تكمان باش تقعد ديما موجودة من هنا حتى داخل السيزون وين تسنح الفرصة كونه نعينوا دورا باش تكون موجودة وخاصة في العطل وفي الجور فري باش تحاولوا نستغلوهم كما يلزم إن شاء الله الحقيقة قاعدين نلقاو في تجاوب باهي من الجمعيات كما تعرف الجمعيات مالجري ديما عندهم المشاكل المادية عندهم مشاكل التنقلات عندهم كذا الحقيقة ما همش مقصرين قاعدين يتنقلوا للدورات نتاع 3-3 من القروان من مستير من قصر هلال من المهدية كلهم قاعدين يتنقلوا كل مرة في بلاصة ويشاركوا في الدورات هذية حسينا لي ريسبونسابل موتيفي حسينا اللاعبين موتيفي قاعدين يجيو يعملوا كيف يلعبوا فما تنافس كيما يلزم الجو باهي الفرصه الحقيقه فرصه باهي مزيانه برشا الدورات هذه اللي قاعده تصير كونه نستمتعوا بكرة سلة باهية صغيراتنا يشيخوا يتفرهدوا يلعبوا كرة سلة كيف مسؤولين قاعدين نشوفوا فيهم الحقيقة مش مقصرين حتى طرف يتنقلوا من البلايص الكل ويشجعوا في الصغيرات باش يمارسوا اللعبة هذه مارجري كما قلت لك فما الضغوط نتاع القاعات والضغوط نتاع الديسبونيبيليتي والماديات مي مارجري هذاك الكل نحسوا فما موتيفاسيون قاعدة تدز في الناس الكل كونها تشارك وتخدم تروا كونتر تروا كما يلزم. واضح. شكرا لك حسام يعطيك الصحة حسام على كل التوضيحات. حسام المحمدي مدرب المنتخب الوطني التونسي 3-3 كما قال حسام فما تظاهرات إن شاء الله في القريب العاجل بالنسبة للفرق كنا حكينا سي وجي أنه حاجة باهية برشا على الأقل مرة في الشهر تتعمل كما قال حسام حسب الظروف نتاع باش نلقاو إمكانية أنه القاعة تكون يعني متفرغة بالنسبة للفرق هذه باش تصير فيها الدورة هذه. هو حتى التو مرة كل أسبوعين وحتى الفكرة تحدثت مع بعض المسؤولين في الجامعة وفي رابط المنستير أنه الفكرة أنه تولي الدورة هذه قبل المباراة الأكابر يبدأ ثم جمهور وثم يعني ناس تتفرج وتصير الدورة هذه قدام جمهور كبير بمناسبة مباراة الأكابر إن شاء الله تتم بالطريقة هذه وإن شاء الله تتواصل وتنجح كما هي ناجحة حتى التو إن شاء الله تبقى دائما. خليل شنو رأيك في اللعبة زي 3-3 بالنسبة لكرة السلة اللي هي البرة عندها سيت عالمي شفنا دخلت التونس بطولة جديدة شفنا على الأقل مرة كل أسبوعين قاعدين شادوا في دورات في كل مرة في قاعة حاجة باهية برشا. صحيح عبد الله هي لعبة ولد بريتسك شعبية توا سيرتو في أمريكا معناها باسكيت ستريت هي أول ما بديت ومن بعد طورت ولدت تبنتها الفيبا أول إكيب ناسيونال تعاملت متاع تكلاسينا بها سيزيام مونديال فيها بلال مسيكني وفكر بوزو وأيمن بوزيد مشي وقتها الروسي عملوا سيزيام بلاس في المونديال الحقيقة معناها من وقتها خذيت سيت بي في تونس دنيير موزة دا في راس بنجيمة مشي للجو ميديتراني وتكلاسينا سيتيام بلاس في جو ميديتراني لو خذي في راس بنجيمة أحسن لاعب في تروا كونتر وا الحقيقة معناها قاعدة تاخذ في رويج كبير برشا في العالم والحقيقة تروا كونتر وا قاعدة تونس بالنسبة لتونس تعمل فيها في ريزولتا مزيانة برشا الحقيقة إن شاء الله بالتوفيق بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي 3-3 ومدرب المنتخب الوطني حسام المحمدي وكذلك الفرق نتاعنا اللي تشارك في البطولة هذه خاصة فريق الشبيبة الرياضي القيروني وبقية
الفرق الأخرى. باش نستغلوا نحكيوا على كرة السلة النسائية باعتبار الحدث يفرض نفسه، مقابلة متأخرة بين الزهرة الرياضي وشبيبة المنازة، باش نعرفوا نتيجة المباراة هذه شكون اللي فاز بها، يا إما شبيبة منازة أو الزهرة الرياضية. سعيد جدا باستقبال اللاعبة المتألقة صاحبة الخبرة إيمان جراد لاعبة شبيبة المنازة، مرحبا بك إيمان مباشرة عبر موجات إذاعة الحياة فهم. مرحبا بكم، مرحبا بكم. قبل ما نبدأ نحكيه إيمان، أعطينا النتيجة شكون اللي انتصر في لقاء الزهرة وشبيبة المنازة. والله اليوم الحق ما خسرنا 4 بوان في الاخر، فهمت، وهذاك اليوم ماتش الحق صعيب برشا، دخلنا مونتان خايف برشا، ما كنا دي كونسونتري، خذيو علينا هما سكور الاول، سوتو في ديزيام كارتون، قعدنا نجيو لسكور 6 بوان كيكا خلاص سكور، قعدنا نجيو ماتش كامل وانتي مكتار كذا اون تايم خايب ومعناتها برشا اغلاط وما عرفتش كيفاش نوصل في الحق. في الاخر بالكتوازين كرتون كاتريم كرتون اللي معناتها حاولنا باش نرجعوا في السكور فيها رجعنا، اما بحكم معناتها تعب وبرشا حاجات خلينا خسرين الماتش في الاخر الحق. هو باعتبار مقابلة متأخرة إيمان، ونعرف شبيبة المنازة هذه تقريبا منذ بداية الموسم قاعد يقدم في أداء كبير برشا، وكنت في المراكز الأولى، ونعرف حتى على المستوى الترتيب مستوى النقاط تقرب برشا بينكم أنتم وبقية الفرق، حتى في صورة اليوم زاد الهزيمة مش تكون زاد مؤثرة برشا باعتبار أنه سباق البطولة مازال طويل، ونعرفوا مرحلة التتويج بعد كل شيء باش يتبدل بطولة جديدة، ونعرفوا إيمان أنك أنت تقريبا تقمصت هذه شرطة المرور شبيبة المنازة، وفما فرق أخرى منتخب الوطني التونسي وحتى اللاعبات اللي يلعبوا في فرق أخرى لعبوا معك أنت، يعني نعرفوا أصحاب الخبرة. صحيح أن المقابلة اليوم ضد الزهرة رغم الخسارة ما يمنعش أنه ينجم شبيبة المنازة يكون في مرحلة التتويج ويكون مراهن جدي على لعب الأدوار الأولى، باعتبار تبعنا أغلب مقابلات شبيبة المنازة فريق هذا قاعد يقدم فائدة كبير وقاعد يتطور من جولة الجولة. هي صحيح اليوم خسارة ما خايبة برشا، صحيح ماش بتأثر علينا كجروب كإكيب، الخسارة هذه خايبة وبهية بيرينا احنا باش نصلحوا برشا اغلاط، الحق ما تعدينا في كونديسيون تريد هذيا خايبه برشا سيرتو مع الانتخابات اللي ما خلتناش ما عنيش صاله وين ترينيو فريمون، معناتها تعدينا ببريود خايبه برشا، كل مره في بلاصه كل مره في صاله نترينيو في الليل، معناتها الاوقات ما كانتش معناتها مكلمه مع مكتار في البلاد، فما شكون اللي يخدم فما شكون اللي يقرا، تعدينا بكونديسيون خايبين برشا، صحينا صحيح اما ما تعرف معناتها لي شونجمون نتاع الساليتك مره تلعب في باركي مره تمشي للتابي مره معناتها شتي تروح ما تترينيش، هذيك كل اثرت الحق ما تاثرت على الرونتمون نتاعنا في الماتش هذايا، صحيح دخلتنا بعضنا اما معناتها جست في الماتش هذاك واما كاكيب كجروب كمعناتها الماتشات الجايين ما ليش نتاثروا باش نلموا بعضنا باش نصلحوا اللي لازم يتصلح في الباسكيت بالطبيعه، هذه يخلينا معناتها اقوى للماتشات الجايين، والحق معناتها بالمناسبه هذه نحب نحكي شويه على شبيبه المنازه خاطر هو تتابع كوجي ان شاء الله السيزون الجايين، خاطر الليكيب هذه باهيه برشا فيها معناتها الصغار وفيها الكبار معناتها الاكسبيرمونتي الكبار اللي عندهم الاكسبيريونس، الحق معناتها معناتها جواريت واقفين برشا مع بعضنا، نخدموا برشا على رواحنا، ورانا معناتها فما ستار تكنيك باهي برشا قاعدين يحاولوا ديما يحاولوا باش يحطوا لنا دي كونديسيون باهيين باش نجموا نترينيو كيما سي فريد كيما مدام ألفا كيما سي قايس، بالطبيعه وعندنا لي كونترولور نتاعنا واقفين في كبير، وكهو معناتها الحق الخساره هذه نتاع اليوم ما اثرتش فينا، وصحيح كيما قلت انت ليكيبي توا براتيكمون توا الاولاني كنا قراب معناتها كلهم باهيين السيزون هذه فريمون بالحق ما تحقر حتى اكيب كلهم باهيين، حتى الاكيبات اللي كانوا معناتها قبل ما كانوش موجودين في الكلاسمون الاولانيين توا تلقاهم
تلقاهم فريمون من الاولانيين ويقلقوا برشا في الماتشوات هذيا هذيا. خلينا احنا باش نزيدهم نكونوا معناتها كونسونتري اكثر ونخدموا على روحنا اكثر وان شاء الله يا ربي ان شاء الله معناتها نختار هذيا ما تخلينيش معناتها نرجع بالتويت خلينا نخدموا اكثر باش نجموا نحافظوا على الكلاسمون الاولانيين ونجموا نلعبوا مرتاحين ان شاء الله في الكيان. في الختام إيمان شنو الميساج هكا توصلوا للجمهور شبيبة المنازة وفي الآخر عاش كنت حاب تسأل؟ والله بالنسبة للميساج إن شاء الله متى يكونوا عند حسن الظن خاطر توا متى لعبت الكل تحكي علينا يحكيوا على شبيبة المنازة يحكيوا على الكيب يحكيوا معناتها بس كما تعرف الكيب معناتها توا بالانتصارات وبالرونتمون اللي تعطي فيه توا نكونوا احنا معناتها في الواجهة دونك لازمنا نكونوا عند حسن الظن البنات الكل فهمت وكاو ان شاء الله السنه معناتها ان شاء الله خاطر ربي الواحد يعمل حاجه بيا معناتها يلعب على دي تيتر ان شاء الله معناتها ان شاء الله يعطي 100% ولا 100% معناتها باش نبداو معناتها في المراتب الاولى ونبداو مرتاحين ونحب نسلم على العباد الكل فريمون معناتها على على البنات الكل اللي سورتو معناتها انا اللي تسليو معايا واللي يلعبوا معايا ليزونتونور معناتها اللي يهنيونا فريمون معناتها ليزونتونور اللي يتعديو كل واحد بالحق تعلم منه وبالمناسبه معناتها بحذيك كوتش خالين تسلم عليه برشا اللي معناتها هو زاده معناتها اعطانا برشا ثقه في رواحنا ومعناتها كانت عملناو معاه سيزون باهيه برشا ما كري لي كونديسيون الكل اما فريمون معناتها وقفنا على التقييم معناتها الفضل وهو وسنين زاده معناتها ورانا برشا عباد اللي نحب نوجه لهم التحيه وان شاء الله كلهم ان شاء الله خير وان شاء الله المنازه ان شاء الله تلقاها من خير برشا وان شاء الله نلعبوا في مرتاحين ان شاء الله نفهم مكان خير ان شاء الله. يعطيك الصحه ايمان جراد ان شاء الله يعطيك الصحه ان شاء الله بالتوفيق لك انت اولا وان شاء الله بالتوفيق لفريقك شبيبه المنازه وان شاء الله نراو الفريق هذايا الشاب في مرحله التتويج. كنت معنا لعبة شبيبة المنازة إيمان جراد ولعبة المنتخب الوطني التونسي حظ موفق لشبيبة المنازة. باش نرجو نحكيو توا على شبيبة القيروان وما أدراك ما الشبيبة القيروانية. الناس الكل اللي قاعدة توا تتفاعل معنا وتسأل وين الجديد متاع الشبيبة القيروانية كرة السلة. نعرفوا السباق ضد الزمن تقريبا 17 يوم مازالوا على أول جولة من مرحلة تفادي نزول. شبيبة مش تتحول دار شعبين ضد اتحاد الأنصار البارح والحمد لله شبيبة تعود لقاعة عزيز ميلاد بالقيروان وأول حصة تدريبية. بما أنه خليل النجار متواجد بحذانا مدرب مساعد الشبيبة القيروانية نستغل وجودك خليل نحكي شوية على تحذيرات الشبيبة الرياضية القيروانية كيفاش التحذيرات وكيفاش نسق باعتبار الشبيبة كانت تدرب في قاعة مساكن. نعرفوا أنه تدريبات فما تدريبات صباحية قاعة يعني تقوية العضلات ثم تدريبات مسائية كيفاش كانت التحضيرات بالنسبة لكبر كرة السلة؟ أولا نحب نشكر اللاعبين اللي قاعدين يضحيوا معنا الحقيقة برشا فما انترينمونات رانيناهم من 6 متاع الصباح و 6 ونص متاع الصباح في سات ميسكولاسيون بعد نتنقلوا للسلطة مساكن. الحقيقة الأولاد يعملوا في ساكريفيس كبير برشا مضحين سيرتو ماك تعرف فما شكون عندهم خدمتهم فما عندهم عائلاتهم ساعات يعدي معاك نهار كامل هو في اون ديبلاسمون معناها في مساكن وهذا نقول لهم يعطيكم الصحة الناس كل الأولاد تعدينا بظروف تعديت بهم اغلب الجمعيات الكل انه تتنحلك الصاله نتاعك بحكم الانتخابات تتنقلنا لليزي. الحقيقه المسؤولين واقفين على الفرع وفروا لنا معناها دي حصص موجوده في معناها في مساكن والحمد لله معناها جمعة عديناها بين مساكن وقروين. الجمعة هذه الحمد لله رجعنا للصالة متاعنا معناها من نهار البارح بركه بدينا لونترينمون غاديكا قاعدين الحقيقة نخدموا. عودة فراس بن جيم عطت أكلها في الجمعية الحقيقة معناها مع فما أوتوماتيزم مع يخلط معنا إن شاء الله اللاعب الأجنبي إن شاء الله في أقرب الأجيال وإن شاء الله بقدر ربي معناها نقوم بتحضيرات قاعدين نعملوا فعلينا وفي معناها في اللي علينا وأكثر إن شاء الله ربي يتواجنا بخير إن شاء الله. والتحذيرات كما قلت انت رجعتوا نهار الثلاثاء تحذيرات نعرفوا فريق الشبيبة او المقابل نهار 18 اكيد عندكم مقابلات ودية ان شاء الله عبد الله نهار نورمالمون حتى التوا معناها نهار الجمعة عندنا مقابلة ودية كونتر النجم الساحلي في سوسة
مش تكون هذيك اول مباراه من بعد الراحه اللي خذيناها ومن بعد اول هذه الجمعه من لونترينمون، مش تكون هي مش نفهموا بها النقائص باش يدخلوا اللي فما التوفيرات مثلا من اول كومبيتيسيون باش يعيشها. نضال بيان سور لعب اول بارتي وكيف كيف كونتر ملعب النابلي زاد خايف وبرتيروبي وكذا مازال ما خذيش على الجروب. الحقيقه قاعدين نلوجوا في الاوتوماتيزم نتاع ليكيب وهي موجوده في بعض، وفما بيد مازالت اللي خلطت تخلوط لازم تدخل في المنظومه، وان شاء الله بقدر ربي من هنا نهار الجمعه نزيدوا نفهموا اكثر والرؤيه تكون عند المدرب اكثر فاكثر. معنا فماش اصابات الحمد لله لحد توا مع الناس اصابات الحمد لله وشكر لله، ان شاء الله نكملوا هكا خاطر ماك تعرف اللي اصابات هي في الظرف هذا اخيب حاجه معناها الحقيقه. معناها الحمد لله الناس كلها اون فورم قاعدين الحقيقه. مروان كشريد يتعامل مع بريباراتور فيزيك اجنبي الحقيقه يعرفوا بالباهي اللي عطاه بروجرام معناها يخدم به الحقيقه بيان يونيتيدي الخدمه تحفون على الاخر قاعدة تجيب مع جواريت، وإن شاء الله نكملوا هكا بقدر ربي من هنا حتى لنهار الماتش إن شاء الله. طيب بالنسبة لنقاس الشبيبة خليل، الناس كل تعرف أنه تحت السلة تقريبا الفريق الوحيد في تونس بلعب ارتكاز وحيد هو شبيبة القيروان، واللعب الأجنبي تقريبا ساعات في مقابلات يلعب 35 دقيقة ساعات 40 دقيقة، نعرفوا التعب الكبير على ماكسيم. كنت تحكي أنت فما لعب أجنبي بش يكون موجود، خلينا نقول بنسبة كبيرة باش يكون نفس المركز يعني تحت السلة. خممت أنه كي يلعب اللاعب الأجنبي ماكسيم ولا حتى اللاعب اللي باش يجي إن شاء الله الأجنبي الآخر، أنه على الأقل فما لاعب اللي نجم يقسم معاه الوقت، نجم ياخذ وقت راحة باش كي يهبط يعني في المقابلة نجم يعاون أصحابه. خممتوش زادة في حاجة أخرى أنه برجوع في راس بن جيمة إن شاء الله يدخل طول في المجموعة مع المقابلات الودية مع اللاعب من اسمنت بن زرت، أنه الملعبية الشبان يعني فرصة أخرى لهم هما باش على الأقل في المقابلات الودية. تعرف أنت خليل مش ندخلوا في مقابلة تنفيذ نزول، مش كما واحد صاحب خبرة باش تلقاه موجود، كما مازالوا لأول مرة باش يلعبوا مقابلة مرحلة تنفيذ نزول، وشفنا أنت الملعبية متانا جلهم صغار في العمر مش تلقاو يعني بعض الصعوبات. أنه في المقابلة الأولى خارج الميدان مع اتحاد الأنصار منافس مباشر للشبيبة القيروانية، ونحكيو انه اللقاء الاول هو مفتاح البقاء، انا نقول هو مفتاح البقاء، وانتم تعرفوا انه اللقاء الاول باش يسهل لنا المأموريه باعتبار فما ثلاثه مقابلات في القروين. هو عبد الله المقابله الاولى ما هيش حياه او موت، معناها تنجم تكون مقابله كي مقابلتنا احنا تمشي مش تربح بيان سور، اما اذا كان ما جيش مقابله معناها مش سي لا فان دي موند، معناها لازمنا نكملوا خدمتنا نكملوا جوسكو بو. تنجم تجيب تروح من برا كيما تنجم تجيب تطرحك في قروين. الباسكيت 40 دقيقه تتلعب تلعب جوسكو بو حتى لاخر سكوندا. بالنسبه للاعبين نحب نقول حاجه انه الصغار نتاعنا عم ناول الحقيقه سيحات مفتاح خدم معناها وصل لعب الصغيرات وسواجيه يعرف ديجا الحكايه هذيا لعب العبودي لعب بيوسف جا وحده صحيح كان معهم اسمه احمد بن سعيد وبالحسن الشيحي، لكن توا ماكسيم معناها الفالوريز الترافاي وقاعد يخدم معاهم وقاعد فهمني وقاعد الحقيقه فما ستابيليتي في الاكيب. مجرد نحن توا حتى راح نابل من الحقيقه معناها ماتش نابل ماتش كامل رابحين جوست من بعد حتى الاغلاط اللي قام بهم ماكسيم معناها مش بحكم التعب معناها فهمني سيرتو معناها كان جاي عندنا وقتها في الوقت هذاك دوزيام اترونجي ممكن ياسر نربحوا التراح خاطر هو اللي ينجم يخلي لك ستابيلاسيون تاع الاكيب. ماكسيم كيما ينجم يطيح حالك هم الاغلاط الديفو تاع انه سي معناها تعب ماشي يطبق في لي كونسيني من عند الكوتش وما نجموش نلوموا عليه. الجوار ما نجمش عام كامل يلعب في الكفي يقعد في 40 مينوت وما نجمش الحقيقه لازمته رومبلاسون الحقيقه دخول في راس ونضال توا حاليا تحت البانو مش يزيد يعطي اضافه. الحقيقه الاولاد حاطين في قلوبهم يحبوا جاي يربحوا يحبوا يمنعوا معناها هذيك جمعيتهم هذيك معناها الخطوه نتاعهم الجديده خاطر الصغار طموحين انهم يقعدوا يلعبوا يقعدوا موجودين ويقعدوا يلعبوا معناها، وان شاء الله فما استراتيجي نتاع جمعيه انا مش تلعب على ادواء معناها السنه العام بحكم
بدينا السيزون قبل بجمعة وفهمني فما برشا حاجات دي سيركونستانس خليو الجمعية هكا. ان شاء الله من هنا القديم نحن ان شاء الله معناها نتفاديو السنة العثرة هذه اللي صارت وان شاء الله القادم افضل وكهو. سي وجي فما لاعب اللي شفناه بالحق في الموسم هذايا اللي قاعد يثبت في ذاته وقاعد يقدم في مستوى كبير برشا رغم انه تقريبا يصلح لي خليل ولا انت مش البوست اللي يلعب فيه هو ايوب الجيبسي اليوم شفناه كلاعب ارتكاز شفنا مع بشير معين شفنا مع لاعبين كبار يوصل يلقط ياخذ الكره هو الثانيه ويدخل يلعب ويمركي ويسجل. هل تعتبر اللعبة ذا نجم الروه بعد عامين ثلاثة سنين لعب كبير برشا؟ اي ثم مباراة يظهر لي لعب 40 دقيقة من داخل المباريات. هو ايوب الجيبسي دخل كرة السلم متأخر جدا. هذا اللي حبيت نسألهولك كان صدقني ما انت صلح لي هل انه عامين ثلاثة سنين؟ هكاك تقريبا عامين ونص ثلاثة سنين، ولكن ايوب الجيبسي عنده خصال اللي قليلة ياسر في اللعب، عنده قوة شخصية عنده رغبة في الانتصار عنده قوة ما شاء الله في التركيز يعني داخل المباراة وعنده حاجة أخرى أنه يسمعك يعني كي جيت تقول له أيوب راك شوتك خايبة مثلا في وقت من الأوقات ولا يترين بثلاث مرات في النهار ويصلح في الشوطة نتاعو راك لونسي فرون تمركي واحد على زوز لا يزم تمركيهم زوز يمشي يتدرب ثلاث مرات ويشد يبدأ يكتب لونسي فرون يصلح روحه يصلح روحه حتى لين يحب يعني إنسان حاطت في 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 بال ويلزم ويوصل وهذيك هذيك يعني من الخصال اللي تخلي اي لاعب صغير وزيد الحق يقال انه هو خذا فرصته اكثر من اللاعبين الاخرين يعني بحكم انه عنده مش حكايه طول بركه معناه ينقز برشا عنده ديتونت خارق ما شاء الله خارقه للعاده هو خذا فرصه اكثر من اللاعبين الاخرين لكن فرض روحه سي وجي اي لا لا هو شوف شفنا ملاعبي خمسة سنين في الشبيبه ما وراو شيء ما نعرفش شكون تقصد ولكن نحكي لك معناتها نعطيك مثال واحد تلقى خمسة سنين اكثر ما فرضش روحه ولكن تقول لي عامين ملي يعني تعلم كرة السلة ولا بدا يرجع لكرة السلة ويفرض روحه عنده الجرينتا عنده الروح فما فرق. لا لا شوف اذا كان يقول لك المدربين المدربين كي تاخذ لي كوتش هذوما في السينيور والكل كي تقول له اللاعب هذاك معناها باش يوصل ولا ما يوصلش يقول لك معناها اذا كان هو لاعب ياخذ مثلا من الاواسط وياخذه معاه في الاكابر تهنى انه اللاعب هذاك يكفي انه تجي ظروف معينه تخليه ياخذ فرصته باش يبين انه بالحق معناه لاعب لانه شوف اذا كان لاعب راه يكون باهي مش نتحدث على ايوب القابسي اللي هو نعيطوا له كيو عند الجمهور زاد كيو بقيه اللاعبين يعني تقريبا اذا كان تراه باهي في المينيم كادي جونيور كل عام يكونفيرم يعني يوري انه هو لاعب ممتاز قدرة ربي معناها من بعد تلقاه في الأكابر يكفي أنه يأخذ فرصته وأنه يتعدى بك المرحلة الصعيبة تعرف أي لاعب كي يطلع الأكابر يتعدى مرحلة صعيبة متاع خوف متاع تراك متاع ستريس متاع يزمك اللي ثم مدربين يعرفوا كيفاش يخليوا اللاعب يتعدى من الفترة هذيك وهذاك اللي تعطي الثقة للاعب وبعد تلقاه في نتاعو حساس نعرفوا لاعب الارتكاز البوست نتاعو شفنا زاد يوسف جا وحده واللي زاد لاعب شاب زاد وعنده مستقبل ان شاء الله زاد يوسف يكون يتحط في وضعيه ما خير من الوضعيه ذي نعرفوا الشبيبه مرحله في النزول مش كما مرحله التتويج تمنينا كنا بعض العناصر يكونوا في وضعيه ما خير في مرحله التتويج كما طلع جوجو طلع احمد الضيف طلعوا برشا اسماء كبيره في مرحله انه الشبيبه طلع مرحله البلاي اوف وشفناهم لعبناهم ضد النادي الافريقي في مرحله البلاي اوف اول جوله وشفنا كيفاش تالقوا تمنينا ناصر ذوما كانوا زادا في وضعية مريحة نتمنى إن شاء الله تكون درس وعبرة شبيبة تبقى في القسم الأول إن شاء الله الخدمة تكون من أول الصيف حتى العبيد اللي تحب الفرع ذي نسكول تقف سوى جماهير أو مسؤولين ونحب نسأل الكوتش باعتبار أنه ما نعرفش إذا كان جاكم القرار وأنا وين وصلوا هل أنه تم معاقبة الشبيبة ماديا أو معاقبة الشبيبة بمقابلة حضور الجمهور ما نعرفش خلينا نسأله باش العبيد تعرف أنه شفنا المقابلة الأخيرة بعض خلينا نقوله من فئة من الجماهير اللي حسب ما شفنا في آخر المقابلة الفلاميت هذيك باز أنه مش تتعاقب مالين شفنا تشعيل الفلاميت وشفنا بعض يعني المقذوفات اللي نزلت على القاعة وشفنا تدوينة الحكام نعرفش هل أنه
نظروا في القرار، بعثوا لكم رساله قالوا لكم راهو فهم معاقبه الشبيبه، ولا باش الجمهور يعرف نعرفوا راحنا جايين في مرحله صعيبه، راهو الشبيبه مازالت مستحقه الجمهور كما قال مروان لهنا المره الاخرى، الجمهور حاجتي به في القاعه مش البرة، على الاقل باش الناس تكون واعيه رانا باش نعاونوا الشبيبه باش نقفوا مع الفريق الشبيبه مش باش نزيدوا عليها ماديا، هي حتى تخلص الملاعبيه نتاعها وتخلص الاطار الفني باش نزيدوا نحن نخلصوا الاخطاء الماليه. وتو تعرف انت خليل وانت سواجيه انه الجامعه تسامحت في خطايا قديمة لكن مع قرارات ردعية توا في كرة السلة وكذلك في كرة القدم، أنه لا تهاون مع أي قرار مش تاخذه توا الجامعة في حق الجماهير سواء في القاعات. بيه عبدالله أولا مش نعاقب على أيوب الجيبسي والأولاد اللي موجودين، الحقيقة الأولاد فما يوسف عبودي فما فهد فما خليل السجني، معناها الاولاد قاعدين يخدموا، سيرتو عبودي معناها قادر او مضحي بين قرايته وبين اونترينمون، معناها الحقيقه معناها قاعد يعمل في بروغريسيون تحفون على الاخر، يوسف جا وحده كيف كيف زاد وين يهبط، معناها نقصت اغلاطه بارابور العامنيه والواحد الحقيقه معناها فهمني باش تعرفهم. انا ديجا قبل ما شديت اول ما شديت انا مروان معناها عملت ستاتستيك نتاع ليكيب معناها كامله معناها فهمني، الحقيقة يوسف الضيف قاعد يعمل في ستاتستيك رغم انه عمره جونيور، معناها الحقيقة معناها زال عمره جونيور، معناها الثالث ولا الثاني في الكلاسمون في الستاتستيك، معناها في نمبر الاغلاط في نمبر في 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 السكور في الدنيا فهمني، في الصغار في يوسف جا وحده قاعد يعمل في بارابور للوقت اللي ياخذ فيه قاعد يأدي في اداء تحفون برشا، يوسف عبودي كيف كيف الحقيقه معناها فما ماتشويت اللي استحقين لهم، فما ماتشويت ماركه 11 و 15 بوان راه عبودي معناها موجود معناها فهمتني، الاولاد تو الناس كل راه مستحقين، الناس كل الوليدات الصغار كيما الكبار الكبار هذوك بالخبره، الصغار بالطموح نتاعهم واعد حشنا بهم فهمني، ان شاء الله معناها المساج هذا يوصل لهم، رانا الناس كل حشنا بهم، ال 12 جوار حشنا بهم ولا 15 جوار حشنا بهم، الناس كلهم الناس كلها راهي مش تزيد وكل الناس كلها مش تعاون معناها الناس كل تحط في روح في تحط ثقه في رواحها وتخدم على رواحها وقلت ربي فما كان الخير، ومروان ما معناها الكوتش مروان يشجع فيهم وقاعد يدس فيهم وقاعد الحقيقه معناها معناها يموتيفي فيهم برشا، وان شاء الله الميساج هذا يوصل لهم. بالنسبه للصاله العقوبات اذا بالنسبه للصاله هما صارت جلسه في الجامعه التونسيه لكره السله، تم استدعاء السيد مراد بلكحل وما زالوا ما خرجوا حتى قرار، ما زلنا ما نعرفوش فهمتني، الحقيقه معناها انت وقت اللي تعيط للجمهور الجمهور يجي يدخل معاك في الصاله بعد مثلا البينيفيس باش تدخل مثلا 2000 ولا حاجه بعد تعقب 4000 على خاطر ماتش معناها تطلع خاسر اكثر من انك انت رابح فهمت. نتمنى معناها ان شاء الله نحن ما يعاقبونيش، ان شاء الله معناها تكون خطيه ولا حاجه، خاطر الجمهور توا في المرحله هذه مستحق برشا، راهو اللاعب رقم 6 بالنسبه لي انا في التيران هو الجمهور، يعاونك برشا في الديفونس، يعاونك برشا في الاتاك، يعاون في كل لحظه في كل واحد، وقت الليكيب تلقى روحها في شوت يعاونك على الاخر، سيرتو في سير بلون ديفونسيف كما فهمني قالها مروان مره فاتت بحذاك، سيرتو في سير بلون ديفونسيف يعاون ياسر، هذيك اش حاشتنا بالجمهور، ان شاء الله الميساج يوصل، راهو كي ترمي ولا تشعل افلام راك تضر في جمعيتك ماكش تضر في فيدراسيون، راهو باش نكونوا واضحين راك تضر في جمعية نتاعك، الجمعية نتاعنا راهي ماهيش لاقية حتى نحكي لك معناها العباد قاعدة تسعى واحد، أما راه فما الفلوس هذيك اللي باش ندفعها للفيدراسيون ندفعها لولادي جايتها فاز تاع بريمات، فما فاز ماك تعرف توا ماتش شوية هذوما كل ماتش بدمو الجوال تحب بريمات تحب كذا تستحق مصروف تستحق معناها اللمبات الوتلة الريستورانات هذه الكل راهو مصروف شارج على الجمعية، نتمنى الجمهور يفهم الحاجة هذيا، وراهو الرمي المقذوفات والواحد راهو ما عنده وين يوصل، راهو الاربيتر كي ياخذ ديسيزيون سي لا ديسيزيون هذيك هي راهو عاون عيط عامل قادي اما بفيك في كنف الروح الرياضيه وكاو بهو هذا ميساج ان شاء الله يوصل اللي حابه شبيبه القروي نعرفوا لحبه عشاق كره السله اللي يحبوا فريق الشبيبه القروانيه كما قال مره الاخرى مروان كشريد كذلك خليل النجار نعرفوا الجمهور ساعات يتخمر بين قوسين نعرفوا في اللحظات الاخيره صحيح انك تعبر على الغضب نتاعك لكن زاد الواحد يضبط النفس ونعرفوا انه في قوانين كره السله انك تشعل افلام في قاعه مسكره انك تتعاقب اقل حاجه زوز ملايين ونحن نشوفوا قديش من افلام شعل في القاعه كذلك رمي المقذوفيات زاد كيف كيف وشفنا مقابله الاتحاد المنسيري في
في مباراة البطولة قداش كلفتنا يعني خطايا مالية مقابلة بلي اوت، نعرفوا كل مقابلة باعتبار مقابلة كاس مقابلة بدمة كما تقولوا انتم. ان شاء الله في جمهور الشبيبة يكون بعدد كبيرة ويشجع في كنف الروح الرياضية، كذلك دعوة من هنا لأحباء الشبيبة وكذلك رجال الأعمال ما بين قوسين اللي يدعوا حبهم للشبيبة القيرونية. ما شفناش نحن هالرجال هذوما اللي يعبروا على حبهم للشبيبة، وينهم وقت الشبيبة تمر بأزمة كبيرة برشا تقريبا منذ بداية الموسم؟ ما شفناش الرجال الأعمال اللي يجيوا يتفرجوا، ما عاد نفس الوجوه اللي راهو فيها في القاعة بارك الله فيهم اللي قاعدين يضحيوا بمالهم، يضحيوا زاد كل يوم موجودين في القاعة صباح وعشية. الرجال الأعمال الآخرين بل كنا نراهم كان كي تبدا الشبيبة مترشح نصف نهائي أو نهائي تلقاها يجي يتفرج على المقابلة، يقعد في المنصة يخرج يروح، وين هما وقت اللي الشبيبة في الغصر هذه؟ نحبكم تجي وقت الشبيبة مترشح، وقت الشبيبة في مرحلة التتويج نحبكم توا، خاصة تمر بأزمة كبيرة لأول مرة خلينا نقولوا في تاريخ شبيبة القيروان أنا أربع فرق، يعني الفرقة ذي كل فريق ينجم يكون موجود في في القسم الوطني به، وكل فريق قاعد يعزز في صفوفه بلاعبين أجرب من طراز عالي جدا، خاصة اتحاد الأنصار أو شبيبة المنازه أو الملعب النابلي. إن شاء الله أحباء الشبيبة يكونوا حاضرين بالنسبة لتدريبات الشبيبة وكذلك المقابلات، وخاصة من الأمور المادية نجموا نعاونوا فريق الشبيبة الرياضية القيرواني. خليوا الخلافات جانبا، عنا شعار وحيد هو الأخضر والأبيض، وعنا المتنفس الوحيد في القروين هي كرة السلة. شفنا ايش صار في كرة القدم لأول مرة تاريخين ثلاثة نقاط وما انتصرنا في حتى مقابلة، وتقريبا كان مش يمشي نحو الاندثار. تحية كبيرة لرئيس الهيئة التسييرية سي مراد بلاكحل اللي بين قوسين يعتبر أنقذ الفريق من الاندثار، وبقية المجموعة متاعه اللي حاليا تهيكلت إدارة جديدة صلب الجمعية الفريق إلى حد لين يلعب من أجل الصعود والعودة للرابطة المحترفة الأولى وينهي المرحلة الأولى في المركز الأول في انتظار المرحلة الثانية. كذلك نتمنى العودة السريعة لفرع كرة اليد اللي في القسم الثالث، والناس الكل تلتف حول هذا الفريق. كرة السلة اللي معروف برجاليته والناس الكل واقفة مع الفريق هذا، لكن زاد ما فيها بيز زاد رجال الأعمال اللي يخدموا البرة عندهم مشاريع ولبس عليهم مستثمرين ربي يزيدهم في جل مناطق تونس من أقصى شمال أقصى جنوب. نتلفتوا للفريق هذايا اللي تحصل على بطولة 77، كي يقولوا خميس العبيدي نمشي لأي ولاية من ولاية تونس يقولوا خميس العبيدي يقعد يحكي لك هو على التاريخ، يعني البراني يحكي لك على تاريخ الشبيبة، منصف وادر الريماني والقائمة تطول، سرياتي، برشا أسماء اللي هزت البطولة. كرة السلة اللي شيختنا قبل زادة هزت ثلاثة بطولات، زوز كؤوس كأس مغاربية، مروان كشريد، سهيل كشريد، سمير بودن، وصف كشريد، وليد ذويبي، وسام الفرجاني، القراوي، القائمة الكل في كرة اليد زادة اللي فرحوكم زادة توفيق بن فرج، محمد بن فرج، العصفور، عبد الوهاب، أسماء كبيرة قبل وصلت للنهائي، لعبت مع الترجي انتصرت عليه في القروية. يعني شبيبة خرجت مدربين منتخب التونسي، خرجت لاعبين في الترجي في الافريقي، كان راجعوا جوارات الشبيبة تو في كرة القدم كرة يد كرة السلة تو تهز هي البطولة وتسيطر على البطولة التونسية. صحيح المادة اللي تنقص هذا الفريق العريق من حبوشي نندم وقولوا فريق كبير كما كرة السلة يسقط للقسم الوطني بك كما كرة القدم، إن شاء الله ما نوصلوش لك النهار ذاك، إن شاء الله الفريق يقفلوا وما نوصلوش لك النهار ذاك. البرشا عبيد يقول كندمنا والفريق يدحرج القسم الثاني، هذا قوس حاليني غير على فريق شبيبة القراوي. نعرف اللي قاعدين يسمعوا فيا وقاعدين يتفاعلوا أنهم حسوا على فريق الأم الشبيبة خاصة فرع كرة السلة. خلينا الساعة نبقى في القسم الوطني بعد كل شيء يتصلح وناس الكل تقف وترجع المياه لمجاريها. أكيد خليل عندكم تربص قبل بداية مرحلة البلياوت إن شاء الله. عبد الله أنت بعد السبيتش اللي عملته معناها نحب نشكر العباد اللي واقفة على الفرع على الفرع كما سي وجيه العلويني اللي حاضر بحذيك، الحقيقة معناها قائم بواجبه أكثر مع فرع عملوا في فرع سينيور سينما فرع ليجون، الحقيقة قائم بخدمة جبارة كبيرة برشا من ناحية المادية، الحقيقة قاعد يوفر في كل شيء، يوفر في ظروف الجمعية كل. سي محمد سليم المجبري زادة كيف كيف اللي واقف شد رئيس الفرع، والحقيقة قاعد يعمل في مجهوده أكثر مش يعمل المانتيام تاع الفرع هذايا. نشكر أي إنسان قاعد يعاون في الجمعية.
اي انسان حتى بالكلمه الطيبه راهو حتى بالكلمه الطيبه نشكرهم الناس الكل، نشكر المسؤولين اللي مع 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 الفرق كما ياسر كما هشام الشواشي الموجودين على رئيس الفرق على في فرع كره السله، ونذكر زيادة الكوميتا اللي مع السواجيف اللي جون اللي معاه. بالنسبة للتربص مازال توا فما حد شيء كونفيرمي عبد الله، إن شاء الله في الأبان نعلمكم بال سواجيف في 30 ثانية كلمة الختام. والله كلمة الختام أقل من 30 ثانية، إن شاء الله يعطيهم الصحة الهيئة التسييرية اللي موجودة توا واللي أنها ركزت على العمل القاعدي. أكيد أنه مستقبل الشبيبة باش يكون طيب إن شاء الله. إن شاء الله نتمنيه مستقبل الشبيبة يكون أفضل من حاضر، وهكا وصلنا لنهاية حصتنا من 100% باسكيت. شكر خاص لأحمد المخلوفي اللي أمن لكم الإخراج التقني، محمد سيف الدين بولعريس في الإخراج الرقمي، أنس الهميمي في تنسيق المكالمات الهاتفية، عبدالله الحطاب كان قدام الميكرو. ملتقانا